حيث تنطلق اليوم اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف. وكان المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون أعرب عن أمله في أن تسفر اجتماعات اليوم عن حصول تقدم فيما يخص بناء الثقة بين الجانبين للبدء في عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين. يشارك في هذه المناقشات في المدينة أو التي تقام في المدينة السويسرية عدد متساو من المندوبين من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني الذي يبلغ مجموعهم 45 مندوبا ويعرفون باسم الهيئة المصغرة. وتعمل عن كثب مع لجنة دستورية أكبر تضم 150 عضوا وتعد جزءا أساسيا من جهود الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع الدائري في البلاد. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا السيد أحمد شيخ المحلل السياسي السوري. سيد أحمد صباح الخير وأهلا وسهلا بك في هذه الجولة الإخبارية على إكسترا نيوز. ثلاث جولات مضت لهذه اللجنة المصغرة الدستورية، طبعا المصغرة، ولا زلنا نتحدث عن بناء ثقة بين الأطراف الثلاث. صباح الخير واهلا وسهلا بحضرتك وحضر المشاهدين. طبعا هذه الجوله الرابعه من المفاوضات، كما ذكر يعني تقريركم او حضرتك انه تضم 45 عضوا طبعا من المعارضه ومن الوفد المدعوم من قبل النظام بالاضافه للمجتمع المدني. طبعا هذه الجوله الرابعه كان من المفروض ان تنطلق في شهر اكتوبر الماضي، لكن لظروف كورونا او لعدم يعني الاتفاق بين الاطراف الموجوده تم تاجيلها الى يعني الوقت الراهن. طبعا بيدرسون زار العواصم الدول المتداخله زي طهران وموسكو بالاضافه الى تركيا، وطبعا اردع رغبتي في تحقيق تقدم، لكن كما راينا في جولات السابقه يعني الاطراف مختلفه ولها رؤى مختلفه، وخصوصا ان هذه الجوله ايضا يعني تهدف الى بناء الثقه لتم استكمال المفاوضات في شهر يناير. كم نحتاج من الجولات حتى يمكن بناء الثقه، حتى يمكن الدخول في تفاصيل هذا المشروع؟ طبعا يعني الواقع السوري وبعد 9 سنوات يعني من الازمه السوريه ويعني التدخل الاطراف الدوليه والايرادات الدوليه والاقليميه في الشان السوري، يعني بناء الثقه في هذه المراحل مطلوبه ويعني على الطرفين ان يبدو عملا لذلك. لكن لو يعني ناقشنا الطرف السوري الطرف المعارض السوري الذي يعني بمجمله او بغالبيته يتبع لتركيا، طبعا هذه اشكاليه لان منصه القاهره ومنصه موسكو ايضا موجوده، لكن يعني الطبع الغالب على هذه المعارض انها تنفذ يعني اجندات تركيا، وكلنا نعلم ان تركيا الان تحتل حوالي 12% من اراضي السوريه، ويعني اي تقدم في المفاوضات او في يعني شان تفاوضي لا اعتقد ان يعني سوف تدعي تسمح تركيا بحصول انفراجات تسمح لحل الازمه السوريه، لان يعني بعد قوانين قيصر وبعد كل هذه السنوات لا ارى يعني بوادر لحل الازمه السوريه في الوقت في القريب الراهن. يعني الى اي مدى الاشكاليه هذه ايضا تنسحب على الاطراف المختلفه كل على حده؟ يعني الطرف الحكومي يبدو ان رؤيته موحده في هذا الموضوع، لكن هل رؤى الاطراف او الطرف المعارضه وطرف المجتمع المدني موحده فيما يتعلق بهذه اللجنه برؤاهم تجاه حل هذه الازمه؟ طرف المعارضه كما ذكرت هناك العديد من المنصات التي تشارك في هذا الطرف، وبالتالي هناك ربما اختلافات فيما بينهم في الرؤيه، او ان يكون هناك رؤيه موحده يمكن ان تجمع بين المنصات المختلفه، اليس كذلك؟ طبعا يعني هناك قرار مجلس الامن يعني 2254، وعلى اساس هذا القرار يعني يتم على المفاوضات، لكن ما الذي حصل يعني خلال السنين وخلال المرات جولات السابقه من المفاوضات، يعني تم اختصار هذه يعني القرار المجلس الامم الى لجنه تفاوض، والطرف الحكومي طبعا لديه رؤيه يعني يقال ان الان يحاول الطرف الحكومي ان يعني يماطل ويصل الى مواعيد انتخابات الرئاسه القادمه ويقول للاطراف المعارضه لنرجع الى دستور 2012 ولنغير بعض البنود فيه. طبعا وطرف المعارضه يصر على يعني اجندات تخصه ويصر يعني على كنت اقصد سيد احمد، هل طرف المعارضه موحد في رؤيته تجاه مستقبل البلاد، تجاه النظره فيما يتعلق بالدستور السوري القادم؟ طبعا المعارضه السوريه هذه ايضا كلمه يعني يجب البحث فيها، لان عندما نقول المعارضه اي معارضات نقصد؟ نعم. وبالاخص ان يعني المعارضة السورية كما ذكر حضرتكم هناك عدة منصات، وبالإضافة إلى أن هناك أطراف أخرى يعني مثل الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، وهي أيضا غير ممثلة في المعارضة. فنقول أن هذه المعارضة لها يعني أجندات مختلفة ولها رؤى مختلفة،
ويعني المنصة القاهرة ومنصة موسكو ربما يكون آرائهم أقرب إلى يعني إلى تسوية أو إلى حل أو إلى ما شابه ذلك. لكن يعني الائتلاف السوري أو الأطراف المعارضة السورية المحسوبة على تركيا يعني هذه الأطراف للأسف تحمل أجندات تركية، وهي الآن على أرض الواقع السوري يعني تقوم بما يخدم الطرف التركي على أرض الواقع، فكيف أنها سوف تساهم في حل الأزمة السورية أو في إيجاد تسوية للوطن السوري بالأكمل؟ يعني أليس من الأولى ومن الأجدى أن يتم توحيد الأطراف الثلاث لرؤاهم قبل أن تنطلق هذه الجولة، أن تنطلق هذه المباحثات فيما بين الأطراف الثلاث بعضهم البعض؟ طبعا يعني المفروض أن يكون هناك معارضة موحدة ومعارضة يعني طبعا أمامها مصلحة الوطن ومصلحة الوطن السوري، لكن يعني نتيجة تدخل الأطراف المختلفة في الشأن السوري ويعني دعم كل طرف إقليمي لأطراف من المعارضة ومحاولة يعني أن يقوم هذا الطرف المعارض بتنفيذ أجندته، طبعا هذه خلقت أزمة في المعارضة السورية حتى أصبح يعني الشعب السوري بمجمله يعني ليس لديه ثقة في أغلب المعارضات الموجودة، كون هذه المعارضات يعني كما قلنا تحمل أجندات للدول الإقليمية وحتى الآن يعني على أرض الواقع لم تقدم شيء للشعب السوري، طبعا بالإضافة أيضا إلى طرف يعني الحكومة السورية أيضا يعني ما زالت مصرة على إعادة نفسها وتدوير نفسها والإرجاع إلى الأزمة السورية إلى قبل 2011، طبعا هذه أيضا إشكالية، بالنهاية الشعب السوري هو الذي يعاني، والمطلوب من المعارضة أو النظام يعني أن يكونوا جادين أكثر في التفاوض وفي يعني حل الأزمة السورية التي مضى عليها حوالي 10 سنين وما زال يعني الإرهاب موجود في سوريا وما زال التشتت أو اللاجئين وهناك معاناة كثيرة للشعب السوري. يعني المجتمع الدولي الأمم المتحدة كان في وقت ما يراهن على اللجنة الدستورية السورية في حلحلة وحل الأزمة السورية والقتال الدائر في البلاد، هل لا زال هذا الرهان قائم برأيك على الأقل في الداخل السوري؟ طبعا المجتمع الدولي يراهن على هذه اللجنة وهذا يعني المتاح حاليا، لكن لو نظرنا إلى الداخل السوري إلى الشعب السوري يعني بعد مضى حوالي 9 سنين أو الدخول في 10 سنين طبعا لم يعد لغالبية الشعب السوري ثقة بهذه المعارضات أو بالحل، ويعني الكثير من الأخوة السوريين أو الشعب السوري يرى أن هذه المفاوضات هي يعني تكرار و يعني زي مثلما تم عقد 11 أو 12 مفاوضات في جنيف والعديد من المفاوضات في أثيتانات وفي النهاية لم يحصل أي انفراجة، ولذلك نقول أيضا أن هذه المفاوضات يعني بقناعتي لم تصل إلى حلول سريعة، والأزمة السورية ماضية في مزيد من التعقيد والتوتر بسبب أن القوى الدولية مثل أمريكا وروسيا والأطراف الإقليمية الأخرى أيضا لم تتفق حتى الآن فيما بعد كيف سوف يكون شكل سوريا المستقبل، كيف سوف يتبوء إلى حل الأزمة السورية. طبعا أود الإشارة هنا أن يعني الدول العربية هي فقط يعني تريد حل الأزمة السورية بشكل سريع، لأنها طبعا في النهاية أي أزمة في أي دولة عربية تهدد الدول العربية الأخرى، لذلك يعني الطرف العربي يمكن أن نقول هو الطرف من القوى الإقليمية والدولية التي لديه يعني رغبة حقيقية في هذه التسوية، لكن نتيجة يعني عدم تواجد الدول العربية بشكل فعال في الأزمة السورية وتدخل القوى الإقليمية الأخرى مثل إيران ومثل تركيا، هذه أيضا عقدت الأزمة السورية وتركتها يعني تنزف أكثر من 10 سنين. صحيح. طيب بما أن التركيز الآن التركيز الدولي تركيز المجتمع الدولي الأمم المتحدة القوى الفاعلة في المجتمع الدولي أصبح ينصب على اللجنة الدستورية السورية طبعا والتي تعقد أو تعقد اجتماعاتها في جنيف، هل يمكن القول الآن أن كل المنصات الأخرى اختزلت في هذه اللجنة الدستورية سواء منصة جنيف أو حتى منصة أو المفاوضات التي كانت في سوتشي المفاوضات التي كانت في أستنا، أم أن هذه المنصات كانت تتناول شقا معينا ويمكن تجميع كل هذه المنصات في هذه اللجنة اللجنة الدستورية السورية بشكلها الأوسع؟ طبعا يعني هذه اللجنة يفترض كانت أن تكون يعني اللجنة الأساسية أو يعني الباب الأساسي لحل الأزمة السورية، لكن على أرض الواقع مثلا هناك مفاوضات كانت تجري في أثيتانا ومفاوضات تجري في جنيف، وعلى أرض الواقع هناك يعني اتفاقات بين الدول المتدخلة في الشأن السوري، كل هذه يعني الصفقات والمفاوضات في أماكن مختلفة لا يمكن أن نختزلها في جنيف، بالأخص أن يعني هناك
دول في سوريا لها مشاريع اخرى، لها يعني الرغبه في التواجد، لها الرغبه في تقسيم سوريا، لها الرغبه في ضم سوريا جزء من سوريا الى اراضيها. فهذه الدول من المؤكد انها يعني لن توافق في ان يمضي اللجنه الدستوريه في انجاز دستور. فضلا عن ان بعض المنصات كانت تتناول الشق العسكري والتنسيق العسكري بين الدول الموجوده على الارض في سوريا، وذلك لن يناقش في الهيئه الدستوريه او اللجنه الدستوريه السوريه، سواء بشكلها الموسع او حتى بشكلها الصغيره التي انبثقت عن اللجنه الموسعه. على أي حال، السيد احمد شيخو المحلل السياسي السوري، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله.